السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ النهاردة بإذن الله هنشوف معانا الجهاز ده. الجهاز ده هواي واي سيفن برام 2018. الجهاز ده وقع في مية، وزي ما انتم شايفين حضراتكم الشاشة هتشوفها عاملة ازاي دلوقتي. بص حضرتك شايف الشاشة ازاي، الشاشة مزدوجة، يجيب لك يكرر لك الكلام كتير زي ما انتم شايفين اهو. نقرب بسرعة شوية كده، شايفين حضراتكم الشاشة بتعمل ازاي اهو. وزي ما انتم شايفين الشاشة عاملة ازاي قدامكم. فان شاء الله بإذن الله احنا الجهاز ده لسه ما نعرفش فيه حاجة، ما نعرفش ايه المشكلة دي. الجهاز وقع في مية، بس اللي باين في الجهاز ان المية مش مأثرة عليه قوي. فهنشوف بإذن الله، هنشوف الدنيا فيها ايه، وده العيب اللي في الجهاز، وان شاء الله هنصين الجهاز وهنرجع لحضراتكم هنقول لكم العيب ايه معانا. لان طبعا الجهاز ياخد وقت في الفك ووقت في شغله وتفكيكه. فبإذن الله هنشوف ايه العيب معانا. هنبدأ مع بعضينا. نبدأ بفك الجهاز. الجهاز ده طبعا مفيش مسامير، والغطا بتاعه زي ما انتم شايفين اهو. جهاز جديد واقع من العميل في ميه اول ما جابه، فطبعا الجهاز بحالته يعني. فبإذن الله هنشتغل بحرص كده احنا بنفكه. وطريقة فكه سهلة مش صعبة، هو بيبان انه صعب شوية فكه بس هو سهل. انا رفعت الغطا بس هرفعه انا مع حضراتكم. انت دايما هيجيلك الجهاز ده هتشوف اي ثغرة هنا تدخل منها ضفرك او اي حاجة او ضفر طري من اللي هو بنشتغل احنا بيه. زي كده هتفتح بيه الاول. هنبدأ كده معانا. انا فكه بس هي بحاول ايه مرضتش اقفله تاني. هو انت عامة طريقة فكه ايه، كله ده كليبس كله نازل ضغط زي كده اهو. يعني مقفل عندي اهو، بشوف اي ثغرة بدخل منها كده ببدأ بضفر كده اهو. لو ضفر طويل عشان ضفر طري شوية طويل بتبدأ ايه تسلك ايه البنزات بتاع النص. طبعا انا فكه قبل كده يعني هو مش صعب فكه، بس ايه طبعا الجهاز اول مرة اتفك طبعا بتلاقيه صعب شوية. بس هو مجرد بس ما تشوف ثغرة تدخل منها ضفرك واحدة واحدة كده تبدأ تفتح الغطا بتاع الجهاز كده اهو. الجهاز بيتفتح معاك. انا حبيتش اقفله تاني يعني عشان ما يبقاش فيه صعوبة في الفك والتركيب معايا. والجهاز اتفك معايا اهو. نبدأ اول حاجة نرفع البصمة بتاعتنا. نبدأ ارفعها كده. اول حاجة البطارية بضفرك عشان ما ينفعش تحط حاجة معدن تحت البطارية بضفرك كده وترفعها. لو ليك ضفر او فتحة بلاستيك، ويا ريت تستخدم فتحات بلاستيك هنا بلاش المعدن، عشان المعدن ممكن يبوظ اسنان الكونكتور بتاع الكونكتور اللي انت بتفك منه الكليبس او الجاك بتاعه. نبدأ نرفع البصمة كده واحدة واحدة اهو. فكنا البصمة بتاعتنا ونبدأ نفك جهازنا. زي ما احنا شايفين طبعا الجهاز المشكلة عندي في الشاشة. انا بشيك على الجهاز الاول بشوف مية في املاح على الجهاز في حاجة، لقيت البوردة نظيفة خلاص مش مشكلة، بشوف المنطقة بقى اللي متضررة واحاول انضفها. مش لازم انضف البوردة كلها، بنضف المنطقة المتضررة. نبدأ نفك مسامير كده واحدة واحدة. والمسامير ملحوظة عشان الناس اللي بتشتغل، المسامير بيبقى لها اطوال، فدايما تعرف المسامير المسمار القصير او البرغ القصير وتعرف مكانه فين عشان ما يسببش معاك مشكلة بعد كده ممكن يكسر معاك النص بتاع الجهاز. فدايما وانت بتقفل الجهاز دايما تاخد بالك من طول المسمار. طول المسمار ده يفرق معاك كتير قوي، فدايما تاخد بالك من طول المسمار. هنبدأ. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا باشا؟ فدايما اتحرص وانت شغال كده بحذر في الاجهزه دي بالذات،
طول المسمار يفرق معاك كتير، ممكن يكسر معاك شاشة، ممكن يكسر معاك حاجة. طبعا الكلام ده الناس مبتدأ، والناس اللي شغالة برضو ما بيضرش انك انت تسمع حاجة زي كده ملحوظة ممكن ما تاخدش بالك منها عشان ما تقابلهاش، ولو قابلتها بقى تبقى بخسارة يعني، ممكن تكسر معاك شاشة، تكسر نص. احنا طبعا عارفين الحاجات دي كلها بمبالغ واسعارها عالية، فعشان كده لازم ناخد بالنا واحنا شغالين، وربنا يسترها يعني. كده انا ايه، بفك البوردة بتاعتي زي ما احنا اتفقنا. ارفع الهواء بتاعي كده واحدة واحدة، خليك حريص بقى مع الانتنة دي، عشان الانتنة دي يعني ايه خفيفة خالص وبتخلع بسرعة. في واحدة واحدة كده ارفعها كده اهو بحرص، وابدأ زي ما قلنا هنخلع طبعا الكاميرا، وياريت يعني مسامير التليفون دايما كل جهاز تفكه تخلي مسامير لوحدها علشان المسامير ما تختلفش معاك عفوا وتحصل مشكلة. ابدأ كده ارفع كونكتر الكاميرا، والجهاز ده زي ما اتفقنا الجهاز ده هواي واي 7 برو 2018. طبعا الفك بياخد وقت، انا مكنتش عايز اصوره معاكم بس مش مشكلة عشان برضو لو في ملحوظة ولا حاجة نقدر نقولها الناس تستفيد منها، عشان الحاجات دي بتقابل ناس كتير وبنقع فيها يعني. مهما كنت فني وكنت شغال من فترة دايما بتقابلك حاجات لأول مرة، فدايما ايه الخبرة دايما بتيجي عن طريق ايه معلومة من ده ومعلومة من ده، وكله بيستفيد وكله بيتعلم من بعضه، فمش عيب يعني. ملحوظة بقى بالنسبة للمفكات، المفكات بره بتستخدم مفك بس انه تخين ومحمل شوية مش بتعرف تفك المسامير اللي بره، داخلي بقى يا ريت مفك بس انه رفيع زي كده، وفي نفس الوقت ما تضغطش وانت بتربط او وانت بتفك، علشان المناطق دي بتبقى حساسة والشاشة والتاتش بقى تحتيها ممكن تربط ضغط جامد تكسر الشاشة والتاتش معاك، فدايما يبقى خلي يعني حريص كده وايدك تبقى حساسة وانت شغال عشان ما تسببش مشكلة في الجهاز اللي انت شغال فيه. طبعا الجهاز ده لازم نشيك عليه كله، حتى لو الجهاز اشتغل معايا لازم نشيك على الجهاز كله، على الشاشة، على النص بتاع الجهاز او الشاشة والتاتش، عشان الجهاز طبعا وقع في مية ممكن انا احل المشكلة في منطقة والمنطقة التانية بيبقى فيها مية وملحة، فلازم نشيك على البوردة كلها مفكش منطقة واسيب منطقة. هو في مسمار اهو تحت الباتش ده مش متلاحظ اهو، الحاجات دي برضو بتقابلنا وبنحتار ونقعد نفك في الجهاز نلاقي الجهاز مش مفكوك، ونلف شمال ويمين ونحاول نخلع ما بيخلعش، ويطلع مسمار معايا تحتيه متغطي بورقة وباتش زي كده، الحاجات دي برضو ناخد بالنا منها. نبدأ افك الكليبسات في الجنب دي واحدة واحدة كده، ادي الكليبس اهو طلع الفريم بتاع السماعة، هي طلعت معانا زي ما احنا شايفين. هنبدأ قلنا نرفع كده بلاش جفت عشان ما يبوظ حاجة معايا، ابدا ارفع البورده واحده واحده كده واخد بالي شايف البورده عامله ازاي، عامله زي الورقه، في اي خطا ممكن يكسر معاك البورده من هنا، فبراحتك بقى وانت شغال على الاقل من مهلك، خد بالك هتلاقي دبل فيس ملزوق تحت تخلي البورده ماسكه معاك قوي، فواحده واحده كده لحد ما يفك معايا. اه دبل فيس كان موجود هنا اللي موجود ده كده، انا طلعت البورده بتاعتي ايه، ومن الواضح ان البورده شكلها نظيف يعني المايه مش داخله فيها، مش متوغله في البورده قوي، مش غير المنطقه دي اللي فيها مشكله ايه يعني جه عليها ميه بسيط، ممكن سكوت الشحن معايا. ابدا ارفع المنطقه دي برضو، المناطق دي الحمايات دي، وابص تحتيها هنا نضيفه اهو،
هنا البوردة نضيفة برضو، وشكله من الواضح ان الجهاز ده مش المية المشكلة اللي عملت فيه كده، تقريبا الصدمة بتاع الوقعة، ان هو لو وقع من الارتفاع وقع في مية يعتبر واخد صدمة برضو، لان المية من على مسافة او من على ارتفاع تعتبر زي الارض برضو. واحنا هنا شوية بس، طبعا كلنا عارفين ان المية بتأثر، يعني خبطة في المية التليفون على وش ممكن تأثر في التليفون جامد، ممكن تكسر نص، تكسر الشاشة والتاتش بتاع الجهاز. نبدأ نفك الحمايات كلها كده ونشيك عليها، ما لقيناش مشكلة يبقى نبص بقى على الشاشة بتاع الجهاز والفلاتات، ممكن نضطر ان احنا نفك النص بتاع الجهاز. النقطة دي نضيفة برضو، من الواضح ان البوردة نظيفة ما طلتهاش مية، فكده مش هيبقى عندنا شغل في البوردة كتير. هننضف بس المنطقة دي، وبعد كده هنشوف حضراتكم اهو. تعالى معايا كده، في حاجة ظهرت معايا هنا اهو، المنطقة اللي كنت بقول لكم طالع مية معايا. بص حضرتك، مش عارف الكاميرا هتجيبها ولا ايه، لو هتلاحظ هنا كده، نحاول نركز الكاميرا شوية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المنطقة دي جنب فلات الشاشة، فيه هنا مقاومة اهي، دي ملاحة جامد، وممكن تكون هي السبب في رعشة الشاشة والدنيا اللي ظاهرة معايا في الشاشة دي والتلخبطة اللي في الشاشة دي. فكده ان شاء الله بإذن الله يعتبر احنا توصلنا للمشكلة. هتبدأ بقى طبعا مش هينفع تنضف على طول، بص بقى تلاقي عندك مية كان لازم تاخد بالك منه وانت بتنضف، بنزيمة او تنر، البلاستيكات دي التنر بياكلها برضه، تحاول تخف ما تجيبش عندها تنر كتير او بنزين، انت افضل انك تنضف بالبنزين. هي المايك ده اللي بيبوظ، بيبوظ من البنزين او التنر، وساعات ما بنبص يعني، بس احنا الامان يعني لازم نغطيه او نعزله باي طريقه. وهنا هنبدا ننضف بقى ونبدا نشتغل. انا كده اوقف الفيديو وابقى ارجع لكم تاني ان شاء الله. هنبدأ كده، طب هنكمل الشغل معانا، انا ما كنتش هكمل الفيديو بس هنكمل الشغل وهنجرب مع بعضنا ان شاء الله. هجهز البنزين بتاعي كده يبقى جنبي، واشوف فرشة نظافة معايا كده. طبعا الجهاز ده مش هيحتاج غسالة ولا هيحتاج حاجة، هبدأ واحدة واحدة كده. طبعا انا عارف المنطقة اللي انا هشتغل فيها، يعني هتبقى بعيدة عن المايك، المايك عندي اهو، يبقى ابدأ احاول اخلي تركيز انا مع المايك وابدأ انضف بعيد عنه في المنطقة اللي هي متضررة. لو المنطقة عند المايك مش مشكلة عادي، لو كده كده المايك هيبوظ ومش مشكلة اغيره بعد كده، بس احل المشكلة دي. كده هبدأ انضف المنطقة اللي هي متضررة معايا، اقرب الصورة شوية شوف حضرتك المنطقة اللي فيها المقاومة اللي قلنا عليها. وهنبص برضو هنلقي نظرة على الفلاتات اللي موجودة هنا، بربما تكون طالت مية تانية. وكده اهو كده نضفنا، بس نزود بقى نظافة لأن كده الجهاز فيه مشكلة أساسا، فطبعا ايه مش معقولة يعني هتتحل بالسهولة دي، لازم تنضف كويس علشان الملح يروح من الجهاز، علشان ما تحصلش فيه مشكلة برضو بعد كده. ونحاول نشيك على البوردة كلها. خد بالك بقى وانت شغال، يعني انا في حاجة دلوقتي انا هعملها، بس ده انا هعملها للتصوير، يعني انا مسكت البوردة كده خطأ، البوردة دي زي ما انتوا شايفين هنا ممكن تكسر معايا مع الحركة كده، ممكن تكسر، فالمفروض انا بثبت البوردة بس انا شايلها علشان اقربها من الكاميرا، انا عارف انا ماسكها ازاي، فانا بقول للناس علشان الناس لا تشتغل ما تمسكش البوردة زي ما انا ماسكها. البوردة بتاعتك بتتحط كده زي ما انا شغال كده، ببدأ انضف كده وما بضغطش جامد برضه، براعي الحاجات اللي جنبي اهو. المهم انا عشان بصور فطبعا بضطر ارفع البورده عشان اقربها من الكاميرا شويه. كده انضف الفلاتات بتاعتي هنا هنا، ابدا اشوف الفلاته اللي كان جنبها المشكله متضرره ولا فيها ايه، هبدا ابص عليها كده. انا كنت عايز اصور لكم بالميكروسكوب بس طبعا ايه الفيديو هيطول،
فان شاء الله الكاميرا اللي معانا هتقضي الغرض. هبدأ امسح اللاتة بتاع الشاشة، هي دي اللي عاملة معايا المشكلة، ان شاء الله هتتحل بعد ما نقفل ان شاء الله. دلوقتي الجهاز يبدأ يشتغل معايا طبيعي ان شاء الله، يعني كله توفيق ربنا. انضف كويس كده اهو، ببدأ ابص على الفلاتات، فلات الكاميرات برضو لو فيها حاجة، مفيش حاجة هنا كويسة، بطارية كويسة، وتقريبا المية اللي طلت الجهاز، طلت الجهاز من تحت ناحية سكوت الشحن في المنطقة دي، والمنطقة دي بتاع الشاشة هي اللي كانت عاملة مشكلة فعلا في الجهاز. يبقى احنا كده عرفنا الضرر فين، وهبدأ يعني هحاول ابص على الشاشة من النص، لو في مشكلة او حاسس ان في مملح من جوه، لا لازم ترفع النص من الفريم نفسه من هنا، هترفعه خالص وهتنضف الفلاتة بتاع الشاشة دي من جوه بقى، ده لو حاسس ان في مياه كتير جوه، وده المفروض اللي هيحصل يعني. بس احنا دلوقتي احنا هنجرب، وبعد كده لو في نظافة او حاجة انا بعد كده بفك عشان طول الفيديو ما يطولش معانا. هبدأ اقفل الجهاز على السريع للتجريب، والجهاز ده زي ما قلنا لحضراتكم عشان تعرفوا طريقة فكه، الجهاز ده Y7 هواي Y7 برو، عشان الناس لو حد حب يفكه يبقى عارف فكه ازاي. زي ما احنا شفنا كده مفيش مسامير ولا حاجة، والمسامير اللي فكناها موجودة قدامنا. أهم حاجة نجرب نشوف الدنيا وصلنا لإيه. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم بعد ما خلصنا كده. ما زالت عندنا مشكلة في الجهاز، ما زالت المشكلة موجودة. الجهاز ده ممكن تبقى الخطة مأثرة عليه، لسه مازالت المشكلة موجودة معانا، موجودة في الجهاز زي ما هي. فكده هنبدأ هنخلق الجهاز. المفروض يعني لو عندنا نص وعندنا شاشة وتاتش هنجربهم على البوردة، لو شغالين تمام خلاص مش هنشتغل في البوردة، ده اللي هيحصل. نبدأ أطفي جهازي تاني اهو، شايفين حضراتكم الشاشة عاملة ازاي او النص عامل ازاي. هبدأ اقفل الجهاز كده وابدأ اعيد الشغل تاني. وتقريبا المشكلة عندي دلوقتي تقريبا كده اللي حصل في الشاشة والتاتش بتاع الجهاز او النص بتاع الجهاز. فانا هبدأ اشتغل في المنطقة اللي انا كنت شاكك فيها ان فيها المشكلة برضو تاني، او ممكن تكون الجهاز خد خبطة وبيقعد تكون اثرت عليه هي اللي عاملة المشكلة دي في النص. بس احنا عشان الجهاز وقع في مية فاحنا بنشتغل شغل على أساس إن الجهاز واقع في مية. هبدأ أنضف تاني عادي ما تيأس، نضف مرة تاني وجرب، نضف وجرب عادي مفيش مشكلة، نضف مرة اتنين وتلاتة. في أجهزة يعني بننضفها مرة ما بتشتغلش، مرتين ما بتشتغلش، ممكن يشتغل بعد 4 مرات نضافة، وممكن تسيبه كمان يعني بعد ما بتنضفه كل مرة بتسيبه شوية حد البنزين ما يطير او التونر ما يطير، المادة الحرارية دي، وبعد كده بتبدأ تجرب الجهاز وتسيبه يعني بعد 4 5 مرات نظافة كويسة ما تيأس بيشتغل الجهاز. حصلت معايا كذا مرة والجهاز بنضفه مرة ما بيشتغلش، والتانية بيشتغلش، والتالتة ما بيشتغلش، وبعد كده ببدأ اراجع عليه بقى، راجع عليه في مشكلة فعلا في الجهاز، في قفلة في الجهاز، في حاجة في الجهاز، مفيش قفلة، بشتغل انضف تاني ابص الاقي الجهاز اشتغل معايا. حصلت معايا في كذا جهاز مش جهاز واحد، فلازم برضو تاخد بالك من المعلومة دي، النظافة لازم تنضف كويس جدا. ما عندكش غسالة فنظافتك العادية دي هتوفي بالغرض برضو، وانا بتكلم عشان الناس المبتدئة واللي ما عندوش امكانيات للشغل عادي عشان ما يضرش نفسه. وانا المفروض ما نضفش هنا على والبورد راكبة في الجهاز عشان الشاشة والتاتش ما يطولهمش بنزين او طينة هتبقع، بس انا بحط كمية قليلة جدا، وريت ما حدش يعمل اللي انا بطبقه دلوقتي لان انا عارف انا بعمل ايه، ففي ناس تانية برضو هتفرق معاهم كتير. ان انا شغال دلوقتي حاطط كميه قليله قوي من البنزين، فعشان كده بنضف عادي ما فيش مشكله. لما انت
وارد انك انت الشاشة تبقع منك، فعشان كده محدش ينظف بالطريقة دي. بس انا حاسس المشكلة هتطلع في الشاشة والتاتش مش في الجهاز، ان الجهاز يعني على قد كده يعني ما فيش مشكلة فيه كتير. المنطقة المملحة دي ما اظنش انها هتتسبب في كل العطل اللي احنا شايفينه ده. الجهاز ده اكيد الخبطة الواقعة هي اللي تسببت في كده. نبدأ نفتح الجهاز التاني معانا. نفس المشكلة هي كده. يبقى انا اخر حاجة اعملها عشان نختم الفيديو بتاعنا، هرفع الشاشة من الفريم وهبص من جوه على مكونات الشاشة. هرفع النص بتاعي او الشاشة والتاتش من الفريم زي كده، وهبدأ ابص على الاساسات دي. الاساسات دي ممكن تسبب معايا في المشكلة دي هنا، وممكن فيها تلاقي املاح وهتلاقي حاجات قافلة هنا، دي ممكن تسبب في المشكلة دي. فاحنا هنرفع الشاشة ان شاء الله، وهنبص على المنطقة دي، وهنرجع لكم تاني لو فعلا المنطقة هنا هنديكم ايه، هنديكم خبر ان المشكلة كانت فين. بس احنا الفيديو ده عملناه يعني الناس تستفيد برضو، لو الجهاز وقع في مية حتى لو ما فيش المشكلة دي يعرف هينضفه ازاي، وهيعرف يشتغل فيه ازاي، وهيعرف يفكه ازاي. وكده طبعا عشان العيب لسه ما اتعملش والموضوع هيطول، فكده انا هنقفل الفيديو بتاعنا النهاردة ان شاء الله، وهيبقى فيه يعني هندوكم خبر الجهاز حصل فيه ايه او ايه المشكلة اللي كانت فيه. فطبعا لازم نجيب شاشة وتاتش الاول هنجربهم، وبعد كده هنرجع نخلع دول. لو المشكلة ما زالت موجودة يبقى مشكلتي في البورد، بعد ما اجرب نص المشكلة مش موجودة البوردة شغالة يبقى مشكلتي انا هنا، فده يعتبر كده تالف. فانا هفكه وهبص على المكونات اللي قلت عليها لحضراتكم دي، لقيتها سليمة والمنطقة سليمة كده النص ده عايز اتغير، مش سليمة فيها ملاحة وكده، لا هبدأ افكها واشوف الدنيا فيها وانضفها زيها زي الجهاز. وكده يبقى خلصنا الفيديو بتاعنا النهاردة، ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعيل الجرس ودعمونا بلايك حتى نستمر معكم. كان معكم محمود أبو دنيا.